هكذا كانت شعارات حركة 20 فبراير المغربية منذ عقد من الزمن. لكن بعد 10 سنوات، ماذا تبقى من أحلام الحركة التي كانت جزءا من حلم ربيع عربي كبير؟ في 20 فبراير عام 2011 خرج حراك من عمق الشعب المغربي متيمنا بحراك سبقه في تونس وليبيا ومصر، مطالبا بإسقاط الفساد وتحقيق العدالة ومزيد من الحريات وباستقلال القضاء. تفاعلت السلطة مع الحراك فاستطاعت احتواءه بتنازلات للحد من تداعيات غير محسوبة العواقب. أقر دستور جديد للبلاد وسع صلاحيات رئيس الحكومة ومؤسسات أخرى، فصعد إلى سدة الحكم حزب إسلامي لأول مرة في تاريخ المغرب. خفت دينامية الحركة مع انسحاب قوى سياسية كانت تشكل الثقل الأكبر داخل الحركة، ثم ليأفل نجمها متأثرة بصدى موجة الثورات المضادة التي شهدتها دول الربيع العربي. ولكن يحسب للحركة رمزيتها التي ظلت تؤطر النفس الاحتجاجي في عدد من الحركات التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها حراك الريف، إذ ظلت المطالب نفسها بعد فشل النموذج التنموي بإقرار رسمي من السلطات. فارتفعت أصوات الاحتجاج مرة أخرى تندد بتراجع الحقوق والحريات واعتقال الصحفيين والتضييق على المعارضين، رافضة المقاربة الأمنية في مواجهة المتظاهرين الذين أخرجتهم الأزمة الاقتصادية وتردي الوضع الاجتماعي لفئات واسعة من المجتمع. كشفت جائحة كورونا عن هشاشته وفق أرقام رسمية وتقارير دولية.